طيب تعالي نرجع للبدايات خالص. البنوتة الصغنطوطة اللي أول ما طلعت قالوا إيه ده، مين البنوتة دي؟ دي بنت نجلاء فتحي. لأن يعني كنتي حاجة بنبوناية كده أتقوطة خالص. إمتى حبيتي تمثيل وإمتى خدتي القرار أنا عايزة أبقى ممثلة؟ هي دي كانت هواية من وأنا صغيرة مع أبلة فضيلة، وكنت داخلة كنت بغني تواشيح دينية في مدرستي في شبرا، مدرسة الشيخ خالد. انت كنت في أزهر؟ لا مش أزهر، مش أزهرية. لا أيوة، مش أزهرية، بس هو كان ماسكة أيوة حكومية، بس المدرسة كان فيها حفظ قرآن وكان فيها مزيكا وكان فيها رياضة، ومش مدرسة يعني من اللي هي أجنبية يعني. لا مدارس عادية، وكان مدارس فيها أنشطة، فيها كل حاجة، بلقي شعر وأنا طفلة بغني بعمل. فشافتني أبلة فضيلة من مدرس المزيكا بتاعي، كان في مسابقة وودانا الأبلة فضيلة واختارتني واختارت كذا حد، واللي مشي معاه وكمل معاها أبلة فضيلة أنا. طيب اشتغلت مذيعة مع أبلة فضيلة. الله. وأنا طفلة، وعملت لقاء مع فريد شوقي وأنا طفلة فعلى مايك الإذاعة. إيه أو والله استني، وقفوني على كرسي وحياة ربنا والمصر. مع فريد شوقي كنت مرعوبة وأنا واقفة اللي اشتغلت معاه بعد كده البخيل. يس، وفكرت باللقاء أوبا. ده واشتغلت مع ناس كتير حنان انتي ما شاء الله محظوظة جدا، اشتغلتي مع أساتذة كبار بشكل إيه ده. طب ربنا والله سبحان الله، والله انت كان دورك في البخيل وانا كمان يعني ماركه مسجله. هو اللي كان مختارني، هو استاذ فريد شوقي مختارني. طب استني عشان ده محضر لنا مشهد. لا مين يا بابا؟ مين صمت وصمت زي ده؟ مين؟ انا يا بابا. ده مرحبا يا بنتي، ده خراب مش عارفه حضرتك. المهم يا بابا، حضرتك سافرت لخالي مجاهد؟ سافرت ما رحتلوش. يا خبر، معقولة يا بابا؟ يعني ايه يا بابا؟ ماما ضحت ولا ايه؟ مش عارف يا ابني، زي ما اكون الارض اتشقت وبلعت. طب وانا عمل ايه يا بابا؟ عمل بقى بقول لي نبلغ البوليس. لا يا بابا لا لا لا، بوليس لا يا بابا، بوليس لا. لا لازم نبلغ البوليس يا ابني. لا يا بابا ما ينفعش، لابد من مرور 4 أيام على الاقل. هو ما بقاش يومين. خايف عليكوا ايه؟ حاطين ايديكوا في ميه بارده وانا اللي ضايق في النهار. لا يا بابا ما احنا برضه بندور وبنلف. ايوه يا بابا ده انا لفيت لف النهارده يا بابا. ايه امال هتعملوا ايه؟ مفيش يا بابا غير اننا نعمل اعلان في الجورنال. ايوه اعلان في الجورنال صح يا بابا، اعلان في الجورنال. اعلان في الجورنال حلو. ايه؟ ايوه يا بابا، ننشر صوره لماما، صوره كبيره قوي، ونكتب تحتها عودي يا امي، اولادك محتاجين لك.